التفتيح، التفتيح، عايزين نفتح بشرتنا في الصيف، عايزين نفتح بشرتنا في الشتاء، طول السنة بنهتم بالتفتيح. طب ايه اسهل روتين؟ انا عايزة روتين سهل، عايزة روتين سعره كويس، عايزة روتين الاقيه في كل حتة، عايزة روتين لو طلبته من اي ويب سايت يجيلي بسهولة وما فيهوش تعقيدات لو انا بيجنر او لو انا مبتدئة في عالم السكين كير. ستارفيل وايتنينج سكين روتين، روتين متكامل، سهل، مغذي للبشرة، مفيد، مش هيسبب لك حساسية، مش هتلاقي بشرتك بتقشر، مش هيعمل لك اي مشاكل. تقدري تستخدميه لو انت تينيجر لحد لو انت كبيرة، مهما كان عمرك. روتين سهل وبسيط وفعال جدا جدا، بيبدأ بالغسول بتاع الوايتنينج ده. جماعة انا من كتر حبي فيه انا بستخدمه كشاور جل، يعني انتم متخيلين؟ بحس ان بشرتي نظيفة، بحس ان بشرتي فيها نضارة، بحس ان بشرتي ناعمة بفعل كل الحاجات اللي بتشتغل على التقشير وعلى تجديد خلايا البشرة اللي فيه. الفا اربيوتين بقى، ليكورش اكستراكت اللي هو عرق السوس، عرق السوس، كوجيك اسيد، فيتامين سي، بصوا مغذي جدا جدا وحلو وبينظف البشره كويس جدا، سواء تستخدميه على بشرتك او تستخدميه على جسمك، حلو جدا وبيقعد معاكي كتير وسعره حلو جدا. تاني خطوة في الروتين بتاعهم هو الكريم بتاع الصبح اللي انا بستخدمه اللي بيشتغل على التفتيح، في خلاصة العرق سوس وفي فيتامين سي وفي حاجات كتير جدا بتشتغل على تغذية البشرة وترطيب البشرة وكمان تفتيح البشرة بمنتهى الامان. طيب الجديد بقى منه ان بقى في جل نهاري نستخدمه وكمان في 50 SPF، قوامه حلو جدا، قوامه زي الجل، وبنستخدمه الصبح لو احنا كمان خارجين فكتو ان وان ان احنا حطينا صن بلوك وحمينا بشرتنا من الشمس، وكحاجة بتغذي وبتشتغل على التفتيح في نفس الوقت. حتى لو انت في البيت استخدميه. الوقوف قدام البوتاجاز يا جماعة ده بيهبب البشرة حرفيا، فحلو جدا وعجبني القوام بتاعه، وطبعا لو انت بشرتك حساسة مفيش اي مشكلة، ممتاز. بالليل بقى بعد ما اليوم يخلص لو كنت حاطة ميك اب بستخدم اي دبل كلانزينج وبعد كده بحط الجل بتاع التفتيح بتاع ستارفيل، طبعا جميل جدا، هو زي الجل، انا بعتبره سيرم بصراحة، حلو جدا، كله حاجات برضو اللاين ده يا جماعة بيشتغل على التفتيح، كل المكونات اللي فيه ممتازة، بتشتغل بهارموني حلو جدا، انها تفتح البشرة بامان وبياخد وقت، وفي نفس الوقت بتلاقي ريزلت حلوة جدا. في الفا اربيوتين، في كوجيك اسيد، وبرضو في الليكرش اكستراكت، في نايسينامايد، فيتامين سي، كولاجين، كافيار، لاكتيك اسيد، جلايكوليك اسيد، هيلورونيك اسيد، بابايا اكستراكت، كاستر اويل، وفي راتينول. حلو جدا اللاين، حلو جدا، هتلاقي معاه ريزلت حلوة جدا ان شاء الله، مش هاي مينتننس، ما بيعملش مشاكل، بيدي نتيجة حلوة جدا وكامل متكامل، very friendly for all users، سواء ان انت سكين كير اكسبرت او لو انت مبتدئة تقدري انت تستخدميه. طبعا بتلاقوهم في الصيدليات بمنتهى السهولة، وبتلاقوهم كمان على الويب سايت بتاع اي باركفيل، تقدروا تستخدموا الديسكاونت كود بتاعي لو حابين، اللي هو ام خالد، وبس كده.